السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم ديالي الشتواني احمد. انا تنهضر على واحد الفيديو ديال ما بيني وبين الزوجة ديالي. وهاد الزوجة ديالي تلقات فيديو بان انا تنتكرقص عليها وتنضربها وجريت عليها، ودابا شهر وعشرين يوم وهي هرمانة، وتتقول لي في الفيديو بان جالسة عند المحسنين. لا سيدي، ما جالساش عند المحسنين، جلسة مع واحد الباترونة تيقولوا لها فوزية تخدم معها في مارينا في ديكاتو. وهاد السيدة الزوجة ديالي جبتها أنا ومرتي من ضرب الرمال. واحد النهار الزوافرية أربع أيام وهي جالسة مع هاديك فوزية اللي خدامة معها في ديكاتو في مارينا تيديروا الميناج. وأولادي معايا اللي إلا كانت هي تتقول بأن ضربتها وتكرفصت عليها وجريت عليها في ليلة عرفة، أولادي هما معايا في مريم. السلام عليكم. بابا كاع ما ضربها نهار عرفة، هي اللي هربات، هي غير كذبات، كاع ما ضربها، هي هربات وأنا وبابا اللي مشينا جبناها من دار خالتي فوزية جبتنا، حيت كانوا جراو عليها من هنا من تربع هادي، مشينا حنا جبناها من دار الزوافرية، هي هربات وقالت لك ما بغاتش ترجع، وتقول في الفيديو أنا هي اللي كانت تخلص كرا والما والطو، ماشي اللي كانت تخلص. السلام عليكم، سميتي حسين الشوان. هذاك الفيديو اللي لاحظ الوالدة والبارح ما فيديو ما والو، كلشي فيه كذب. قالت لك هي ضربها بابا في ليلة عرفة، بعد ليلة عرفة كاع ما كانتش، كاع ما كانتش معانا كاع في ليلة عرفة، قبل من العيد بشي يومين هربات شي فاش جبنا حولي يا ربي، كاع ما كانتش معانا. حنا فاش مشينا طلبنا قبل من العيد في ليلة عرفة مشينا عندها تلقينا في الخدمة طلبنا ما بغاش تجي، قالت لك والله ما رجع لها ديك الدار. ودابا هي كتقول لك بركة عند المحسنين، ولا بركة عند المحسنين، شي من بركة عند المحسنين عند والو، بركة في ضرب الرمان ندار فركوت شي اللي كاين. هي فاش كدب في هداك الفيديو بابا مضربة موال كتابة، هداك الفيديو اللي حش كدبات فيه. ومن ربا ترجع إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.